كل بوحدته وتماسكه وتضامنه. نتقدم كذلك بتحياتنا الحارة إلى كل إخوان جيشنا المغوار سيدي جيش تحرير الوطن حامل رسالته الصائمين على أمن وسلامة الوطن، وإلى كل أفراد الأمن الوطني الصائمين ليلاً ونهاراً على حفظ الأمن واستثبات الأمن وحماية المواطنين من الآفات المضرة. كما نتقدم إلى شبابنا الواحد المتشبع بالروح الوطنية المتمسك بتقاليد آبائه وأجداده، ندعوهم بهذه المناسبة التاريخية الغالية لشبابنا فبقي من المجاهدين على قيد الحياة، من الذين يحملون آثار التضامن على أجسادهم ومحياتهم، أن يصونوا الوديعة وديعة الأكوان وأجدادهم، وأن يكونوا حماة لوحدة وطنهم وفقه وسلامتهم. أيها الجبهة الكريم، من الشعمان الفرنسي الذي وضع أقدامه القادرة أرض الجزائر الطاهرة كان يتنقص بها من زمان لكونها مصدر لهجوم وخيرات في الوقت الذي كانت فيه فرنسا.